أنا خارج وقد لا أعود هذه الليلة. تبقى الجيداء هنا تؤنسك. قبل الجيداء كانت وحدتي تؤنسني. تلومينني؟ لست ألومك. فإلى أين؟ إن كتمت تلحين في السؤال؟ لا، فما سألت لأعرف، إنما شح الحديث بيني وبينك جعلني أنطق بهباء القول. أهملنا أمره حتى كدنا ننساه. قلة بعيدة منعزلة أيها القائد، لا خطر منه. القلة تكثر والبعد يقرب، والعزلة قد تباغتنا في عقر دارنا إن نحن تركناه. فماذا يرى سيدي القائد؟ أن تسير إليهم بجندك، ولا ترتد هذه المرة إلا برؤوسهم. أجل، متى ستسير؟ أختار جندي وأمضي. هو الأسود بن عفار خادم. حسبنا أنك نكصت يا ابن عفار وكدنا ننفض. ما كنت لأفعل وأتأخر أيها الشيخ. الشموس، ما انتظرنا أن تبارك دارنا بمقدمك أيها الكاهن. جئنا بحديث مع أخيك الأمير. لقد فاتكم، فارجع إليه حيث يكون. فإن كان الحديث يخصك أنت. إني مصية. قد قدمنا إليك بمكرمة ورغبة مولانا الملك عمليق. لا تسميها مكرمة حتى أسمع، فلقد سبقت إلينا من مولاك الملك مكارم كثيرة، ولا أدري أين تقع هذه منها. على هونك يا ابنتي، على هونك. فإن كان في نفسك ما يعكرها فانتصفه لنتمكن من الخوض في هذا الحديث. ما بنفسي أحفظه لنفسي، فقل له أنا مصغية لحديثك. هنا يا شموس، عند الباب. لا بأس، إنه حديث الخطبة والزواج. لأي من هذين اللذين يصطحبانك؟ بل لمولانا الملك. لقد باغتني أيها الكاهن بما لم أتوقعه، فدع لي بعض الوقت. ولكنك قلت لنا أن أخاك ليس في البيت. بل هي خلوة مع نفسي، ربما تصفو فأرجع إليكم. ننتظر. لست ثائراً من أجل عرض هدك أو كرامة هدرت أو محرم استبيح وحسب، فالمثور فوق هذا على سنة وقحة وشرعة قبيحة تغزو قوما كاملا في حصون كرامته وأرهف مواطن عزته، بأن يشترع للخطيئة شرعا، وأن يسن للمذلة سنة، وأن يكرس لكل هذا قانون يحاط بالتجبر والتسلط، وهو ما لم يعرفه قوم من صور الإذلال من ملك غر مستبد يقوده إلى المنكرات، كاهن شيطاني الطمع وفاسد الفكر. لكننا نحن مسؤولون أيضا معه. أيها الأمير، أنحن من شرع وسن؟ إقرارنا أشركنا في وزرها. لو أننا وقفنا في وجه أول جور أو رغبة رعناء لرددنا جرأة هذه الطغمة قبل أن يتورطوا ويورطونا بما آل إليه أمرهم وأمرنا. أشرت علينا أيها الأمير أن نسكت عن قانون عمليق، وأن نقاومه بوقف الخطبة والزواج. وما كان بيدنا غير هذا. وما بيدنا اليوم يزاد على ما كان بالأمس. حسبنا أن عمليقاً يرتد إلى العقل والتبصر ويوقف هذه الأفعال، ولكن الأمنيات لا تجترح المعجزات ولا تفعل فعل السحر، وقد ثبت لنا أن عمليق لن يرتد ولن يردعه رادع. خلاص من عمليق ومن أفعال عمليق هو بذاته الخلاص منه. أيها الشيخ، كيف أيها الأمير وهو يملك البأس والقوة ونحن لا نملك غير ضعفنا وقهرنا، وشتان بين ما يملك وما لا نملك، بل بينهما المكيدة أيها الشيخ. حتى هذه تحتاج أسبابها أيها الأمير، وما بيدنا شيء منها. دعوها لي أتدبرها وأوافيكم بما أبلغ إليه. أيها الأمير، لن تجد فينا من لا يتحرك بأمرك حين تلقي إلينا بإشارتك الأخيرة. على ألا ننصرف من جمعنا هذا ولا ينفض هذا الجمع إلا إلى شرف الأبد أو عار الأبد. عمليق اغتصب الملك فبايعناه بسكوتنا عنه، وما علينا الآن إلا أن ننظف اليمامة منه ومن أعوانه، وبهذا نكفر عن سيئة السكوت. نحن رهن أمرك، ألا أن تضع لقوة أعدائنا وتحصنهم بالجند والسلاح حساب. سأضع لكل طارئ حساب إن اتفقنا على مبدأ الانقضاض عليه والخلاص منه، فأمهلوني أرتب الخطة ثم أوافيكم بها. تأخرت علينا الشموس. ما هي إلا فتاة غضة، وما كان لعقلها القاصر أن يحتمل ما جئناها به. بما رجعت من خلوتك يا ابنتي، يسعدنا أن نعود إلى مولانا الملك بموافقتك على رغبته ومكرمته. ولكني لا موافق. ماذا؟ أترين أن ما جئنا به يرد يا شموس؟ ولم أرفض أيضا. أوضحي يا ابنتي. لي شرط تحملونه إلى الملك. أيشترط على الملك يا شموس؟ أنا أفعل، فإنني لم أسعى إليه بل هو من سعى إليه. وما شرطك؟ أن يوقف، بل أن يلغي العمل بقانون الزواج الذي استناه. إنه شرط قاس يا شموس، ليس من اليسير على ملك أن يرجع عن قانون استناه ونفذ في الرعية. إنه شرطي. وهل تشترطين غير هذا؟ لا، ففيه كفايتي بأن أرد عن اليمامة وأهلها مذلة هذا القانون. فإن أخذ الملك بشرطك هذا ووافق على إلغاء القانون، ولا أدري إن كان سيفعل، فهل توافقين على خطبته لك يا شموس؟ أجل، أوافق على خطبته لي، ولكن تظل كلمة لأخي الأسود في هذا الشأن. ما كنا لنغفل شأنه لو كان بيننا الآن. فهذا ما عندي. اسمعي إذن يا بنيتي، عندما جئت إليك حملت بيد رغبة الملك عمليق ومكرمته، وباليد الأخرى هديته إليك. إن الملك عمليق يهدي إليك يا شموس ما تتمنين، ليس استجابة لشرطك بل منحة منه. ماذا تقصد؟ مولاي عمليق حملني إليك موافقته على إيقاف العمل بهذا القانون، بل إلغائه في حال الموافقة منك على الخطبة. وبهذا نسعد أن نعود إلى مولانا الملك بموافقتك على هذه الخطبة. فأذني لي ولهذين الشاهدين. خدعني الكاهن الماكر، خدعني. وما يهمك ما دمت قد نلت مرادك. مرادي؟ ما هو مرادي؟ ما عدت أعرف. إن كان إلغاء قانون الإفك هذا هدية عمليق لك، فإنه هديتك أنت إلى كل نساء وفتيات اليمامة، بأن أكون أنا الضحية وأهدى إلى عمليق. شعرت بقبول الخطبة، أما الزواج فلا تدرين ما يكون دونه. تكررين علي ما قالته الزرقاء، وهذا ما لا يروح. فانتظري أخوك الأسود إذن، فقد يكون لديه ما يريحك. يا مولاي، إن كنت تعني قانون الزواج فلا أرى أي وجهة لإلغائه، فإن كنت تخصها بمكرمة القرب من طسم فالقانون واقع على غيرها من جديس. أخشى أن رفع عنهم هذا القانون يا مولاي أن يتحرروا، ففيه مذلتهم. على هونك يا ابن مرة، فما هذا السلاح الذي مضى في جديس ويرده مولاي الملك إلى قرابه وقد تثلب، إلا سلاح من أسلحة بيد الملك أن يشرعها وأن يردها، وأحسب أن مولاي الملك ما أن يغمد هذا حتى يشحذ غيره على رقاب جديس. أجدت أجدت يا ابن الأغر، أجدت. املأوا الكؤوس. لا عليك يا شموس، لا عليك، نامي ليلك هذا وغدا نجد مخرجا. وهل يغمض لي جفن؟ أحس أنني وقعت في فخ أتخبط فيه ولا أجد منه مخرجا. ألا تجده كذلك؟ قد قبلت فعل الخطبة وعلقته بشرط. أجل، كان هذا هو الفخ الذي وقعت بين فكيه، وقد أجاد قبراس نصبه لي. أما قلت له أن لأخيك قولا في هذا؟ كأنك توافق. لا أنقض لك قولا يا شموس، وإلا لهان أمرك. ماذا ستفعل إذن؟ قد جاء قبراص وشاهداه بحديث الخطبة، أما حديث الزواج فسيكون لي شأن فيه. وما يكون شأني أنا فيه؟ هو ما حرضت القوم عليه في الخضراء، وقد استجابوا لندهتك. مجابهة عمليق بما جلبه لليمامة وسيرتد عليه. فإن أوقف قانونه؟ اذهبي للنوم يا أختاه، ودعي هذا الأمر لنا. حديث الخطبة قد بلغ السيف العذل فيه، أما الزواج فله ميقات ولن يبلغ إليك. ما رأيتك ترجع من قبل من قصر الملك، سواء كان مجلس حكم أو مجلس أنس وسمر ومنادمة. قد اختلط علي عقلي ليس من الخمر، بل مما شاهدته من الملك. هو من اختلط عليه عقله. أي عقل؟ وقد اختطفته الشموس وذهبت به. قد أخذتم الفتاة على حين غفلة في غياب أخيها. فما تظنه فاعلا؟ سيقر أخته الشموس على ما تقدم منها، فيكون قد أسقط في يده. فالسخط الذي يعبأ به الأسود ضد عمليق هو ذلك القانون، فإن زال سيجد غيره. ابن عفار لن يرجع، وسيطوع كل ما يلقاه في طريقه ليواصل سيره إلى عرش اليمامة. من أين يأتيني النوم يا جيداء؟ الفتيات غيري يؤرقهن الحب والهوى، أما أنا فيؤرقني شيء آخر. أما عرفت الحب يا شموس؟ ومضا ثم خبا. فروة بن لقيط؟ ملت إليه زمنا إلى أن ملت عنه. فما سبب هذا وما سبب هذا؟ أما الأول فدعيه، فقد ذهب ونسي. والثاني؟ ما وجدت فيه بعد أن قارب ما يجتذب مثلي، فقد كان يستتر بموقعه عندما كان قريبا من الملك ذمار، وعندما زال الملك تكشف لي عن نفس ميتة. لقد كان تابعا لأخي الأسود في كل أمر، حتى أنه لا يستطيع مجابهته في شيء، أيضيرك هذا؟ قولي أنت. بلى. يا لجديس، قلتهم الميسورة كهذا وكثرتهم المعدماء. ماذا أقول؟ كأني نكأت فيك جرحا. هل أحببت يوما حبا عذبك؟ لا تجيبي إن أردت. بلى، أخرجه من صدري فيريحني. ما هو إلا حديث في ليلة أرق. ما وجدت في الجيداء قط ما يستجلب النفور. كنت تنفر وتباغض وبك جفاء. ما كنت إلا خادما في دار زوجها، سائس لخيله أو راع لإبله، فإن رفعني سيرني مع قوافله. كانت تهفو وكنت تصد. بلى، وإنه لمختلف عما وصفت به فروة بن لقيط. وكنت تكتمين. كان يضنيني الكتمان فينفلت مني ما ألمح به ويصد. أرى في عينيه ما يفضح صدوده، لا عني إنما حرصا علي. فأنا زوجة الأغر بن وهب. كنت أتأرجح بين إظهار الود والتلهف وبين إظهار القسوة والبغض، لا عليه وحده إنما على كل من حوله أيضا. إلى أن وقعت زهراء في نفسه. خذ يا ابني أشكر، بعها في السوق واشتري بما تحصل منها مؤونة. ما حسبتك يا ابن الحباب لصا يسطو على حلي النساء. دعك يا ابن يشكر، فلن تضرب في مقبل أيامك بسيف أو ترمي بسهم من أجل اليمامة إلا وتحمد لصاحبة هذه الحلي صنيعها. خذها وانطلق. أين الشموس؟ غافية، فما غمض لها جفن طوال الليل إلى أن أطل النهار. لا بأس، دعيها. أيها الأمير، في صدر الشموس جزع وتملأ الهواجس نفسها من أمر يوشك أن يحدث، وقد نقلت هواجسها إلي. وهل عرفنا غير هذا منذ أن قفز عمليق على عرش اليمامة؟ وأنت تسعى لإزالته. لا يوجد في اليمامة من لا يرجو ذلك إلا طغمته الفاسدة. فلما رضيت للشموس ما لم ترضه لنفسها إنما غلبت عليه؟ خطبة عمليق. هذا ما يؤرقها. لم أرغب أن أنقض لها قولا سبقت إليه فيهون شأنها. ألهذا أيها الأمير؟ أم لأنه يوافق معك فيما أنت ساع إليه؟ ويحك. كيف؟ أن تنفذ إلى الملك عمليق بما تدبر بهذه الخطبة التي أقررتها عليها وما أقرتها نفسها. كفر امرأة، وما شأنك أنت؟ ما حسبت أنك تدخلين دارا كي توقعي فتنة بين أخ وأخت. أيها الأمير، لست أنا من أوقع الفتنة، وإني خارجة من هذه الدار، ولولا خوفي على الشموس لسبق خطوي خطوك في الخروج. أمنعك من أن تتحدثي إليها بهذا الشأن. ما تحدثت معها بهذا الشأن، وما كنت أنوي أن أبوح لها بما يموج في صدري. أودعها وأخرج، ربما لا أراها ثانية. ابقي يا جيداء، لا تخرجك قولة غضب. أيها الأمير، ما سمعت صدقا من رجال اليمامة إلا في قول الغاضب، فهو بعيد عن الرياء. لم يأتي ولم يبعث أحداً كما توعدنا. لما تعويلك على أولئك الرومان يا سيدي الكاهن؟ إن زهد الرومان باليمامة أو تخلفوا عنها سقطت بيد الفرس. أيها الكاهن، ففيما معاداتك للفرس وموالاتك للرومان، إن كانت اليمامة فيما ترى عائلة لإحدى هاتين القبضتين. أحقا لا تعرف أيها الكاهن، لأن الفرس طامعون باليمامة ويراودون الأسود بن عفار، ولأن عميقا الملك يرجو في غفلته أن تمتد له يد التبع من سبأ، لكن هذا الأخير يأبى فهو طامع باليمامة، ولأن الفرس هم من أخرجونا نحن طسم وكهنة طسم من بابل في سواد العراق إلى هذه الديار، فاستقبلتنا جديس، ولكننا سدنا على جديس. فإذا ما تقوض عرش الملك عمليق وسادت جديس، وجديس لا تنسى ثأرها، عندها كيف سيؤول إليه أمرنا؟ عجل ليأتي الرومان وليجتاحوا اليمامة، عندها سيقفون عند حدود الفرس. اليمامة زائلة لا محالة، فليسبق إليها من هم جديرون بها وبخيراتها. هل أدركت أيها الكاهن لماذا مد يدي إلى الرومان وتمتد يد أخرى من اليمامة إلى الفرس، ويد ثالثة وإن كانت قصيرة إلى سبأ، لتكون لنا اليد الطولى والعليا، فتلاقي اليد الطولى والعليا بين القوى الطامعة. اللعنة على ذلك الروماني، اللعنة عليه، أطمعني وخذلني. ربما بعد الشقة. دعنا الآن من هذا الكلام واستمع إليه. هذا الملك الأرعن، الملك عمليق، وهل غيره في اليمامة؟ هذا الأرعن سيزف إلى الشموس بنت عفار، وقد طلبت منه أن يكون هذا الأمر في هذا المعبد. كيف وهو لا يغادر القصر؟ ضقت بأسئلتك أيها الكويهن، استمع إلي. سيعج هذا المعبد بالناس، وأنا لا أضمن سلامة الملك وحياته، فهذا الأمر خارج قدرتي، وإن كنت أضمن مباركة الإله ود لهذا الزواج المشؤوم. كيف يقتل الملك في المعبد؟ ويحك، وما أدراني، فالملوك يقتلون. فإن قتل الملك فالعفو يقضي، لأن يتولى الملك كبير الكهنة، ولكن إلى حين. وإلى متى يمتد هذا الحين؟ استمع جيدا. إن حدث ذلك تقفل الأبواب وينادى على كبير الكهنة، إلى أن يبايعه جميع من في هذا المعبد. لكن يا سيدي كبير الكهنة، لا تسأل عن شيء آخر، واكتفي بما سمعت ونفذه. جئتكم بما لا تنتظرون، أعرضه عليكم قبل أن أذهب به إلى القوم. فما هو؟ عمليق بعث بشيطانه قبراس لأخت الشموس خاطبا، كما سمعتما. لابد أن عمليق سينزل بغضبه بعد أن ردت. الشموس لم ترده يا ابن لقيط. لا أصدق. بلى صدق. هذا ما جئتنا به أيها الأمير؟ لا، هناك شيء آخر. رؤيا رأيتها فأفزعتني، رأيت مخاضة من الدم أخوض فيها ومعي الأسود، ليته يرجع عما ذهب إليه. وما أدراك إلى أين ذهب وإلى أي غاية؟ اسمعي يا شموس، انتظرت يقظتك لأودعك. ماذا؟ أغادر هذه الدار. هل بعث لك الأغر من وهب؟ لو فعل لما كنت أغادر. أنت ذاهبة إلى الفتى الذي ذكرت إذن؟ ابن الحباب؟ ليت لدي الجرأة لأفعل، ولكن كنت سأخرج هائمة على وجهي. لماذا؟ لا أكتم عنك، أغضبني أخوك الأسود، فضاقت بي الدار. أغضبك؟ بماذا؟ لا يهم الآن، فقد ذهب الغضب. لا أرى أنه ذهب ولكنك تكتمين، فلن أسألك حتى تفصحي. يوما ما. هذه هي خطتي، إنهاء حياة عمليق على المسافة الوعرة بين خطة الشموس وزفافها إليه، فإن عضدوني بها وإلا أسير بها بمن يكون معي. هنالك أمر أيها الأمير، إن علم القوم من جديس أن الملك سيوقف قانونه ويلغيه قد يرتدون، فإنه سبب سخطهم وثورتهم. لن يعلموا، نكتم هذا الأمر عنهم ويكون زوال القانون بزوال صاحبه. لن تزف الشموس إلى عمليق، هذا عهدي أقسم. لا، يؤجل كل شيء إلى أن يتم زفافنا الميمون، فلا يشغلنا أمر غير هذا في أيامنا هذه. أيها الكاهن، نريد أن يكون يوم زفافنا يوما مشهودا تذكره اليمامة، فلا ينساه أحد في مقبل الأيام. سيكون ذلك يا مولاي. مولاي الملك. ماذا أيها الحاجب؟ الأمير الأسود بن عفار يستأذن بالدخول يا مولاي. مقدم شؤم. ماذا يريد هذا الأسود بن عفار؟ ويحك أيها الكاهن، الأسود بن عفار بعد خطبتنا لأخته الشموس مرحب به في كل حين. لا يؤمن له يا مولاي. أنت كثير التطير، وأرى أن تخرج وتدعني مع الأمير، فلا تفسد علينا لقاءنا. رهط من الجند يتقدمون نحو الحصن. ضلع بن ثابت لن يرتد عنا إلا بقتلنا أو بقتله. الثانية إذن، فلنكمل لهم إذن. هيا! السلام على الملك. أهلا أهلا بالأمير ابن عفار. أرجو أن تكون قد جئتنا بغير ما سبق منك. قد جبرت من كسر بيننا أيها الملك بخطبتك لأختنا الشموس. ما وجدنا في اليمامة من هو جدير بهذا الشرف غيرك وغير أختك الشموس. أيها الملك، كل أهل اليمامة خيرون طيبون. لا تساوي أيها الأمير، فيختل ميزان الحكم وتضطرب الأمور، فليس الناس كلهم متساوون، وللملك أن يرفع ويخفض منهم من يشاء. الحسنات تمحو السيئات، وللملك فوق هذا حسنة الملك وهي تزن كل ما عداها. ألا ترى أيها الأمير أن ابتعادك عن مجلس الملك واقترابك هذا من جديس قد خفض منزلتك؟ وها إني أيها الملك أقف في مجلسكم أتقرب من سيدي. أحسنت بهذا، أحسنت. ونرى أن نعيدك إلى موقعك في المجلس، فقد صارت لك حظوة عندنا بهذا النسب. أشكرك أيها الملك، إنما لي قول آمل أن تأذن لي به. قل أيها الأمير، فما كنا نسمع منك من قبل ما نسمع اليوم. ولن تسمع أيها الملك إلا ما يرضيك، فذلك عهد مضى وانقضى. اجلس اجلس أيها الأمير. أنتم لسنا بحاجة لكم، اذهبوا. كنت قد أقسمت أن أقتلك في الثالثة يا ابن ثابت، فهل ترى أحنث بقسمي؟ ألا ترتد عنا وتدرك أنك لست غايتنا؟ أفعل إن أبقيت علي. وما يضمن لي؟ القسم. ويحك، أتصدق أنت بقول أو قسم؟ اقتله يا عتبة، اقتله فإنه رأس الشر. بل هو ذيله ولا شأن له، عندي خير من قتله، نحتفظ به هنا إلى حين. وماذا تريدون مني؟ حدثني عن أنباء جو، فقد باعدت بيننا وبينها الشق. ألا ترفع هذا السيف عني فأقدر على الكلام؟ جو، بل اليمامة كلها منشغلة الآن بزواج الملك من الشموس ابنة عفار. أيها الملك، لقد جاء موفدك برغبتك، ورجع بموافقة أخت الشموس في غيبتي. وأنت تقر هذه الموافقة؟ وأباركها، ولكن بيني وبينها وبيني وبين الملك. وقد انتشر في القوم أن الأسود بن عفار قد أرغم على كره منه، وأحب أن تظهر موافقتي بين القوم واحتفائي بهذا النسب. هذه واحدة. فما الثانية؟ قد جبر الملك ما كان بيني وبينه، وكان عابراً، وأرى أن هذه المناسبة سانحة كي تزيل ما بينك وبين القوم. أي قوم تعني أيها الأمير؟ جديس أيها الملك. لا تذكرهم لي يا ابن عفار. إنهم موجودون أيها الملك، وإن لم أذكرهم، فإن زال ما بين الملك وبينهم كانت اليمامة كلها بطسمها وجديسها بسطة عند عرشك. فبماذا يزال أيها الأمير؟ وقد تفاقم الأمر واتسع الشرخ. أما وعدت أن توقف قانون الزواج إن زفت الشموس إليك، وإني عند هذا الوعد. وإن هذا القانون كان مسلطا فوق أعناق جديس بخاصة. استحقوا ذلك، وإنها مكرمة لهم. لا أنكر، ولكن إن انصرفت النية إلى إلغائه، فالرأي عندي أن يعلن الملك بنفسه هذا الأمر في محضر منهم، وكأنه يقدم لهم هدية من بعض مكارمه، فأنت بذلك تكرم الشموس وتكرمني أيضا. فكيف أيها الأمير؟ أن يقبل الملك دعوتي المتواضعة بهذه المناسبة، وأن يكون في معيته خيرة المقربين إليه من حاشيته، ويحضر بعض وجوه جديس بهذه المناسبة البهيجة. لا يجمعني مع جديس جامع، ولا يضمني معهم مقام. ما هي إلا ليلة وتنقضي، لكن لها ما وراءها، وأراه خيرا. لا آمن لهم أيها الأمير. أيها الملك، ليس في جديس كلها سلاح، نختار منهم شيوخا ووجوها أقرب إلى المسالمة والخضوع. وتجلسني مجلسهم؟ في حضرتك أيها الملك، كل من يحضر لن يكون إلا خادماً يقوم بواجب الضيافة. فأين أيها الأمير؟ روضة الخضراء، وهي الأحب إليك من كل رياض مملكتك. هجت في شوقاً إلى الخضراء أيها الأمير، فقد كنت أفيء إليها فأجد فيها كل ما أشتهي من متع، وما خرجت إليها منذ أن اعتليت العرش. وقد آن لك أيها الملك أن تعيد إليك ما حرمتك منه أعباء الحكم والملك. أجل أجلي، قبلت دعوتك أيها الأمير، فهي مما يدخل السرور على نفسنا وما يليق بهذا النسب. قد جئت وبي وجل أن أرد، وأخرج وبي فوق ما كنت أطمع، فأذن لي. كثرت القبور في الحصن، وتجاور الموتى فيه. يتفرق الأحياء في اليمامة وهنا يتجاورون موتهم. ما الذي سيكون بين الأسود بن عفار وبين الملك عمليق حول زواج الشموس؟ تراه يدعو جديس وينحاز مع الملك إلى طسم ضدها؟ لا ينحاز طامع بملك إلى ملك على العرش. دعونا من حديثهما، فليست اليمامة عرش ملك يصطرع عليه الطامعون. ما إن علمت بالأمر حتى خففت إليك وما كدت أصدق. غريب أمرك يا زرقاء، تتنبئين بأمر ثم لا تصدقينه. ما كان تنبؤا بل تخمينا، وليست خطبته للشموس ما أشير إليه، فقد كنت على يقين منها، إنما أن يقبل بإلغاء قانون الإفك الذي استنى، فهذا ما لا أكاد أصدقه. هل حقاً ينقلب عمليق إلى غير ما عرف عنه؟ إنه الحب يا جيداء، الحب. وإنه يعمر وإنه يدمر. ويحك، أتدعوني إلى المعبد ولا يدخله الجند فترضى، ويدعوني غيرك إلى الخضراء فتغضب؟ أما آن لهذا الحقد على الأسود بن عفار أن يخرج من نفسك؟ لا يؤمن له. ألا ترى أيها الكاهن أن الأسود بن عفار يغنم من هذا النسب بيننا وبينه مغانم كثيرة، أتراه يفرط بها؟ قد يطمع بما هو فوقها يا مولاي. الملك إذن، ولا يكون هذا إلا بموتنا، فكأنك تنعانا أيها الكاهن، وقد تندبنا ونحن أحياء أمامك. لما لا تذهب أيها الكاهن إلى آلهة معبدك وتصعد تراتيلك وأدخنة بخورك لتحمينا مما يتربص بنا؟ سأفعل يا مولاي، فليس لي من غاية سوى حياتي وسلامة مولاي الملك، وإنما لي رجاء عندك يا مولاي، أن نخصك بالوقوف على قبرنا، أن تعفيني من حضور وليمة الأسود بن عفار في الخضراء. تبا لك أيها الكاهن، قد شملت دعوة الأسود بن عفار في معيتنا خاصتنا، فإن لم تكن فيهم فمن تكون إذن؟ نحن من نختار من يصحبنا ومن نبعده عن نعيم قربنا. أجل يا مولاي. ستؤمن الحراسة للملك ومن معه، وما مخاوفك هذه إلا من الشيخوخة والخرف. قلت الحق يا مولاي، فليعذر مولاي شيخوختي وما يصدر عنها. إذن لي يا مولاي. اذهب وتطهر مما في نفسك أيها الكاهن، فلا نريد ليلتنا في الخضراء إلا ليلة أنس وبهجة تليق بنا. أنصفوني من أنفسكم يا قوم، هل كنت قادرا قبل هذه على فعل وقصرت عنه أو تقاعست؟ أجل، أقررت خطبة الملك عمليق لأخت الشموس. لو كنت طامعا فيما يأتيني به هذا النسب لاكتفيت وتخليت، ولكن همي همكم، وإن عمليقا أراد بهذا أن يردني إليه دون أن يرتد هو عما يلحقه بكم من القهر والمذلة والعار. أنا هنا بينكم أتحمل أكبر قدر من المسؤولية بما أوكلتم إلي، حاكموا مسؤولياتي ولا ترحموا تقصيرا في قول أو فعل، واستحضروا سابق سيرتي فيكم. وبي من الجرأة أن أبرئ نفسي من كل تقصير وأن أتهمكم إن تقاعستم، فما كنت لأقبل للشموس وهي عندي الأغلى والأحب من نفسي إلا من أجل من هي عندي وعندكم الأغلى والأحب والأقرب إلى نفوسكم، أعني اليمامة. لا نرتاب من شيء مما تقول يا ابن عفار، فماذا أعددت لبلوغ غايتك وإنها غايتنا؟ قد دعوت عمليقا وطغمته من طسم إلى وليمة في خضراء اليمامة على شرف المصاهرة بيني وبينه. ما حسبناه يقبل. قد فعل، وستدعون أنتم نخبا من فتيانكم الأفذاذ لتكريم الضيوف، فإذا امتلأت الرؤوس ودارت الكؤوس وامتلأت البطون بمشتهيات الطعام كانت الندهة. فهذه هي الخطة، وإنها لمحكمة، إنما نخشى أن تنكشف، وإذا انكشفت من يقينا عذاب عمليق ورجاله. من يكشفها إن كنتم أمناء عليها أوفياء لأنفسكم. أقسم بشرفي وبشرف اليمامة وشرف الشموس أن أغمد سيفي في صدر فشلنا، أو أن أغمده في صدر عمليق، ولا خيار ثالث بينهما. صدر عمليق أشهى لسيفك ولنا أيها الأمير. عبئوا من وراءكم بحذر، فبعد غد وليمة يتشهى عمليق أولها ونتشهى ختامها. تشتري؟ أرني إياه. من أين حصلت عليه؟ وما شأنك؟ تأخذها وتعطيني ثمنها. ليس دون أن أعرف مصدرها. آتي هيدا. أيها الجند! أيها الجند! أيها الجند! هذا الرجل! أيها الجند! الأمير الأسود بن عفار؟ ما الأمر؟ هذا الرجل سرق حلياً وإننا نقبض عليه. لا، لم يسرق، إنه رجل، وهذه الحلي التي معه هي لي، قد أرسلته إلى السوق لاستبدالها. معذرة أيها الأمير. هذه الحلي لأخت الشموس، ملتها وأرادت استبدالها. أيها الأمير، لا تخشى شيئا، مولاكم الملك لن يعرف بالأمر، ولا قائدكم ابن العاج، بل إني أثني عليكما. هيا اذهبا. من أنت أيها الغريب؟ هو من سميتني، ولك الشكر. فأنت الأمير الأسود بن عفار. كنت أرجو أن ألقاك يوما، وقد لقيتني، وما علمت أن الأمير الأسود يخرج إلى السوق. قد خرجت لأبحث عن من هم مثلك أيها الرجل، إن عرفت من أنت. أنا قتيل بن يشكر. ومن وراء هذا الاسم؟ وهذه الحلي لمن؟ أسئلة لا تجاب وسط السوق أيها الأمير. تعال معي. اللعنة عليكما، أتصدقان فعلا بأن الأمير الأسود بن عفار يبعث برجل نكر إلى السوق كي يستبدل حلي أخته الشموس؟ أي جند رماني الدهر بهم؟ ما كانت الحانة لتفتح أبوابها في النهار، أما وأن زائرها الأمير بن عفار فتفتح أبوابها في كل آن. وأنت أتعرفان بعضكما؟ لقاءات عابرة تزيد الغموض ولا تجلوه. اسمعي يا وجد، كنت آتيا إليك في أمر. ماذا؟ أقيم للملك عمليق ومن معه وليمة في روضة الخضراء، وأريدك أنت وجوقك أن تكونوا هناك. سمعنا أن الملك يسير إليك من يخطب الشموس. أريدك أن تغني صوتاً لم تسمع اليمامة مثله، ليس من أجل عمليق بل من أجل الشموس.